نشرة لآخر وأهم الأخبار، أهلا بكم. والبداية بالعناوين. يجب أن يرتفع الصوت أيضا في الأمة. السيد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله: سوريا اليوم تخطط الحرب الكونية ويجب رفع الصوت لرفع الحصار عنها. رئيس لجنة القضائية العليا للانتخابات: عدد الراغبين بالترشح لمجالس الإدارة المحلية شهدت ازديادا مقبولا. نظرا لمواصلة ارتفاع أسعاره، سوق الذهب في محافظة سويداء يشهد حالة عدم استقرار وعزوف عن الشراء. أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن سوريا اليوم تخطط الحرب الكونية عليها، ولكنها تعاني من الحصار والعقوبات، ولذلك يجب رفع الصوت لرفع هذا الحصار عنها. يجب أن يرتفع الصوت أيضا في الأمة، في العالم العربي، في العالم الإسلامي، لرفع الحصار عن سوريا، لرفع العقوبات، لإسقاط قانون قيصر. هناك اليوم مناطق ودول محاصرة والعالم الإسلامي والعربي يقف ساكتا. غزة المحاصرة منذ أكثر من 15 عاما، اليمن المحاصرة منذ أكثر من 7 سنوات، سوريا المحاصرة. هذه شعوب ودول وحكومات ومظلومون محاصرون ويراد إخضاعهم بالحصار والعقوبات بعد أن عجزوا عن إخضاعهم بالحروب الكونية وبالعدوان وبالقتال وبقتل الأطفال والصغار والكبار. استشهد مدني بعدوان تركي على قرية السلمسة التابعة لبلدة تل تمر بريف الحسكة الشمالي الغربية، وحسب مصادر أهلية فإن الاحتلال التركي قصف القرية في وقت مبكر من هذا الصباح بالمدفعية الثقيلة، مما أدى إلى استشهاد المواطن إبراهيم محمد هاشي البالغ من العمر 55 عاما، وهو مهجر من قرية السيباطية الواقعة شمالي غربي ناحية تل تمر. ظهرت أولى بوادر تنسيق بين روسيا ونظام الرئيس رجب طيب أردوغان بانسحاب جيش الاحتلال التركي من قاعدتين في ريف تل أبيض بمحافظة الرقة، وذلك بعد قمة سوتشي التي جمعت في 5 من الشهر الجاري الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع أردوغان، الذي واصل جيش احتلاله تصعيده العسكري في أرياف محافظة الحسكة شمالية شرقية الرقة. وحسب صحيفة الوطن المحلية، توقع مراقبون أن يحل الجيش العربي السوري محل جيش الاحتلال التركي في القاعدتين اللتين انسحب منهما قرب خطوط التماس الجديدة التي لم تتبدل منذ تشرين الأول أكتوبر عام 2019، وذلك بالتنسيق مع جانب روسي، على أن يتبع ذلك إجراءات أخرى في هذا الإطار كبوادر حسن نية في إطار الحل المتفق عليها في سوتشي. انسحاب الاحتلال التركي من القاعدتين ترافق وفق مصادر أهلية مع قصف لقواته ومرتزقتها من التنظيمات الإرهابية والميليشيات المسلحة على مناطق في محيط مخيم عين عيسى وصوامع عين عيسى بريف الرقة الشمالية. وعلى الرغم من ذلك الانسحاب، جدد أردوغان وعيده بشن عدوان داخل الشريط الحدودي السوري لفرض ما يسميها المنطقة الآمنة، وأطلق جيشه قذائف صاروخية على بلدة أبو راسين ومحيطها في ريف الحسكة الشمالي الغربية بعد أسبوع من الهدوء الحذر، في حين دمرت طائرة من دون طيار برج الاتصال في المنطقة التي انقطعت عنها شبكة الاتصالات. كما ذكرت المصادر الأهلية أن جيش الاحتلال التركي قصف بمدفعيته الثقيلة قرى جرنكي وخانيكا وكرامة عند الشريط الحدودية مع تركيا غربية ناحية عمودة بمحافظة الحسكة.
وفي منطقة خفض التصعيد في ريفي إدلب وحماة وجوارهما، ذكر مصدر ميداني غير رسمي أن مدفعيات الجيش العربي السوري ردت على خرق وقف إطلاق النار من مسلحي ما تسمى غرفة عمليات الفتح المبين التي يقودها تنظيم جبهة النصرة الإرهابية وتضم مرتزقة للاحتلال التركي، وذلك بالقرب من بلدات بينين، الموزة، سفوهن، الفطيرة، فليفل بجبل الزاوية بريف إدلب الجنوبية، حيث قتل وجرح عدد من الإرهابيين. وأكد المصدر أن وحدات الجيش العربي السوري دمرت تحصينات وعتادا عسكريا للإرهابيين عدا مقتل وجرح عدد منهم خلال ردها على مصادر إيران في محيط قرى البدرية وجدرايا ونب غربية إدلب وقرب قرية سان بريف المحافظات الشرقية، إضافة إلى بلدات القاهرة، العنكاوي والحميدية وقلادين وزقوم والدقماق واللج في سهل الغاب شمالي غربي محافظة حماة. وكانت المجموعات الإرهابية قد صعدت اعتداءاتها على قرى ونقاط عسكرية بسهل الغاب وأرياف إدلب، واعتدت بالصواريخ على قرى جورين والوحصة والمشاريع والحاكورة والعميقة والمنارة بسهل الغاب الشمالي الغربية، وهو ما أدى لإصابة طفل في قرية جورين وتضرر العديد من المنازل. تستمر درجات الحرارة بالانخفاض لتصبح أدنى من معدلاتها بقليل نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف للمنخفض الموسمي الهندي المترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا. وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يكون الجو صيفيا عاديا مع فرصة لهطل زخات من المطر فوق المناطق الساحلية، وسديميا مغبرا وحارا نسبيا في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية. أما رياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة بعد الظهر والمساء تتجاوز سرعتها 60 كيلومترا بالساعة وتثير الغبار في المناطق الداخلية، والبحر خفيف ارتفاع. أكد رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات القاضي المستشار جهاد مراد أن أعداد الراغبين بالترشح لانتخابات أعضاء مجالس الإدارة المحلية شهدت في الساعات الماضية ازديادا مقبولا، حيث يقدم المرشح أوراقه بكل سهولة ويسر نتيجة تنظيم دقيق والكادر المخصص لاستقبال الطلبات وتأمين جميع المستلزمات الخاصة بذلك. أشارت لجنة الترشيح عملها في صباح يوم الجمعة الموافق ل 5/8/2022 لاستقبال طلبات الترشيح من الأخوة المواطنين تمهيدا لدراستها خلال المدة المحددة في نص القانون قانون الانتخابات، وهي 5 أيام على الأكثر. الإقبال جيد وقد زاد خلال اليومين الماضيين عما كان عليه في أول أيام الترشيح كونه يوم عطلة. تسهيلات مقدمة من جميع الأشخاص خاصة محافظة القنيطرة. عم نستقبل كافة طلبات الإخوة المرشحين، يعني كل شخص بيلاقي بنفسه الكفاءة والهمة والنشاط لخدمة هذا الوطن، كل واحد حسب مكان عمله عم يتقدم إنه، والحمد لله يعني في نسبة إقبال كبيرة. بدءا من صدور المرسوم 216 الذي تضمن تحديد موعد انتخابات الإدارة المحلية، اتخذت المحافظة جميع الإجراءات اللازمة والضرورية من حيث تجهيز المكاتب، حيث تم إحداث 4 مكاتب لمجلس المحافظة، مكتبين قطاع ألف وبي وباقي الوحدات الإدارية كمجالس بلدان وبلديات، وتم تأمين كافة المستلزمات الضرورية للعملية الانتخابية وعملية الترشيح بالتنسيق مع وزارة الإدارة المحلية. جينا ومعي رفاق أعضاء قيادة الفرع يترشحون للمجلس البلدي وللبلديات محافظة القنيطرة، تمام، وهذا استكمال للنصر الجيش العربي السوري. نحن ننتصر بالسياسة وبالعمل الإداري وإن شاء الله موفقين، ومبروك لسوريا. جينا من صباح بكرا
إلى مركز الاقتراع الانتخابات وترشح مجلس محافظة القنيطرة والبلديات والمدن التابعة لها. والحمد لله رب العالمين، اللي شاهدناه أنه كانت ميسرة كثير عملية الترشيح وتقديم الطلبات كافة. جينا نقدم أوراقنا للترشيح للمجالس المحلية في محافظة القنيطرة بلدية جبات الخشب، والحمد لله الأمور ميسرة بخير، يعني ما في أي عوائق بتقديم الطلبات. هذا وكان تفقد رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات ومحافظ دمشق المهندس محمد طارق كريشاتي سير عملية استقبال طلبات الراغبين بالترشح لانتخابات أعضاء مجلس محافظة دمشق في مبنى المحافظة. حقيقة ما لمسناه من لجان الترشيح، هناك 5 لجان ترشيح مؤمنة بكادر إداري ممتاز، وفرت محافظة دمشق كافة الوسائق المطلوبة للترشيح، إضافة إلى أماكن مخصصة للجان الترشيح القضائية التي ستبت بقبول الطلب أو برد الطلب. ما لاحظناه هناك تنظيم دقيق حقيقة، ولذلك من اليوم والبارحة بدأت أرقام المرشحين تتحسن بشكل جيد، يستطيع المرشح أن يتقدم بكل سهولة ويسر. ما يهمنا إيجاد كوادر قيادية فاعلة للقيادة المرحلة القادمة من حيث المجتمعات المحلية من خلال أبناء هذه المجتمعات. تم تأمين كافة التجهيزات اللوجستية، مراكز خدمة المواطن مفتوحة خلال ساعات الدوام الرسمي، بالإضافة لمركز خدمة المواطن الرئيسي الموجود في محافظة دمشق يفتح أبوابه من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 8 مساء، يستطيع تأمين جميع الوسائق المتعلقة بالترشيح، لأن مجلس المحافظة ووفق القانون 107 هو صلة الوصل بين المواطن وبين الحكومة. إعادة تأهيل مدرسة خالد بن الوليد في منطقة السفيرة بريف حلب ووضعها في الخدمة مع بداية العام الدراسي، مما سيخفف العبء عن بقية المدارس والتي تعاني من ازدياد كبير في عدد الطلاب. دائرة الأبنية المدرسية في محافظة حلب وبالتنسيق مع الخدمات الفنية قامت بإعادة تأهيل بعض المدارس في منطقة السفيرة لوضعها بالخدمة مع بداية العام الدراسي القادم. وتأتي هذه الأعمال ضمن خطة مديرية التربية في حلب لإعادة تأهيل المدارس المدمرة بفعل الإرهاب. الأضرار كانت كبيرة، وهي مدرسة تقع وسط المنطقة تستوعب حوالي 2000 طالب مرحلة تعليم أساسي من السابع للتاسع. الأعمال ممتازة، والصيانة بتشمل دائما كل أنواع الصيانة، من الدهان، من بلاط، من ترميم، من وضع أسمنت بدل المخرب، إعادة المدرسة إلى الحياة الطبيعية، يعني إلى تكون مدرسة جاهزة لاستقبال الطلاب العام القادم. وتضمنت أعمال إعادة التأهيل ترميم المدارس وخاصة مدرسة خالد بن الوليد، وشمل ذلك الباتون المسلح والبلاط والأبواب والمقاعد، وبقيمة مالية بلغت 289 مليون ليرة سورية ومدة تصل ل 120 يوما. ويجري العمل بسرعة كبيرة لوضع المدرسة في الخدمة مع دخول العام الدراسي. هلا نحن الصيانة نقوم بالتعاون مع مديرية الخدمات الفنية بأعمال الصيانة تشمل أعمال البلاط والبيتون المسلح والعمار والزريقة والدهان والخشب والمنجور المعدني بشكل كامل لتأهيل المدرسة، وضعها ضمن الخطة ببداية العام الدراسي إن شاء الله. مدة تنفيذ العمل 120 يوم، ونحن نقوم بعمل سريع، وتيرة عمل متواصلة لإنجاز المشروع بأسرع وقت ممكن. نحن نجارين عم نرمم المدرسة، وين في مطرح باتون مكسر رد نكسره ورد نركب الخشب ومشان نجي نصبه. وتأتي هذه الأعمال لمديرية التربية بحلب ضمن خطتها لتخفيف الضغط على المدارس، فمنطقة السفيرة كبيرة وتعاني المدارس فيها من ازدياد كبير في عدد الطلاب، فوضع هذه المدرسة التي تستوعب أكثر من 2000 طالب سيكون الحل الأمثل. هيثم كزو، قناة سما الفضائية، ريف حلب.
بالتعاون مع عدد من المنظمات الدولية، بدأت مديرية التربية في محافظة الرقاء إعادة تأهيل وترميم عدد من المدارس التي تعرضت للتدمير والتخريب نتيجة الأعمال الإرهابية، وذلك بهدف وضعها بالخدمة مع بداية العام الدراسي الجديد. نتيجة التدمير والتخريب الذي تعرضت له مدارس ريف الرقاء المحرر من الإرهاب، ومع اقتراب بدء العام الدراسي، بدأت مديرية التربية بالمحافظة أعمال ترميم وتأهيل عدد من المدارس ضمن الخطة الموضعة لهذا العام، وذلك بالتعاون مع المنظمات الدولية. ضمن خطة مديرية التربية في الرقة في تأهيل وصيانة المدارس والمرافق الصحية لعام 2022، قد تم الانتهاء من تأهيل خفيف لصيانة دورات المياه والمرافق الصحية 20 مدرسة. نسبة الترميم في مجمع معدان تجاوزت 90% حاليا، والمدارس اللي تم ترميمها كانت جاهزة ومستعدة لاستقبال جميع التلاميذ والطلاب في الموعد المحدد. المدارس تعرضت للتدمير بشكل كبير من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة، فبعضها دمر بشكل كامل والبعض الآخر دمر بشكل جزئي، لكن عمليات ترميم المدارس تواصلت بالمدارس الأقل تضررا بغية الانتهاء منها بشكل سريع ووضعها في الخدمة مع انطلاق العام الدراسي، حيث شملت عمليات الترميم القاعات الصفية والمرافق الصحية ودورات المياه. المدرسة كانت حاليا عبارة عن خراب دمار، يعني دقل لك شبه كامل، يعني كان نسبة دمار بالمنطقة بالممرات في الجهة الشرقية والجهة الغربية، دمار في البلاطات بالسور، وتأهيل شبكات المياه وشبكات الكهرباء. عمليات الترميم في المدارس الأقل تضررا لم تقتصر على تجهيز القاعات الصفية والمستلزمات الأساسية، بل تم إنشاء روضة للأطفال في بعض المدارس لتتجاوز نسبة التأهيل والأعمال المنجزة 95% للكتل المدرسية، مع وضع خطة لتأهيل الأسوار وباحات المدارس التي تم تأهيلها لتكون جاهزة خلال العام الدراسي الحالي. قال معاون وزير النفط والثروة المعدنية عبد الله خطاب لصحيفة الوطن المحلية أن سبب رفع سعر البنزين إلى 2500 ليرة يعود لارتفاع أسعار النفط ومشتقاته عالميا، وسيطرت العصابات المسلحة على منابع وحقول النفط في شمالي شرقي وشرقي سوريا بدعم من المحتل الأمريكي. وأوضح خطاب أن تكلفة استيراد البنزين عالية وتصل إلى قرابة 4000 ليرة للتر الواحد، إضافة للاعتماد على استيراد النفط ومشتقاته والعقوبات الاقتصادية الأوروبية والأمريكية، كاشفا أن ناقلة النفط تلاقي صعوبة كبيرة في الوصول إلى سوريا وتتعرض للتهديد والحجز أثناء قدومها، ناهيك عن رسم العبور المرتفع عبر قناة السويس، لافتا إلى أن مقدار العجز في مادة البنزين يصل إلى 3300 مليار ليرة نتيجة الارتفاع الكبير وغير المسبوق في أسعاره. يشهد سوق الذهب في محافظة السويداء حالة ركود مع عزوفا عن الشراء ولجوء العديد من الشبان المقبلين على الزواج لاقتناء الذهب المقلد في الأسواق. حالة من عدم الاستقرار تشهدها أسواق الذهب في السويداء منذ عدة أشهر نتيجة الزيادات المتواصلة في أسعار هذا المعدن عالمياً ومحلياً، ما ترتب عليه من عزوف شريحة واسعة من المجتمع عن شرائه، وتحديداً الشباب المقبل على الزواج، حيث يلعب الدخل المحدود وغلاء المعيشة الدور الأكبر في تحديد كمية الذهب المقتنى للعروس، والذي أصبح اليوم في الحدود الدنيا. عم بيبيعوا ليقضوا حاجتهم، لأنه الوضع المادي صعب كثير للناس، فحتى على مستوى الزواج أو العرسان اللي عم بيطلبوه أو يأخذوه بالحد الأدنى من القيمة. الجهاز مثلا بيجي العروس والعريس، أهم شيء للعروس هي المحابس أهم أو بالدرجة أولى يعني، بعدين إذا معه العريس مثلا زيادة يكمل ياخذ طقم ياخذ سنسال وعلاقة، غير هيك ما في، الحركة كثير 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 ضعيفة طبعا على غلى الذهب.
بالنسبه للسنوات السابقه كثير الحركه اخف، اما اللي يعني من برات البلد ممكن يعني يزيد يعني جهاز مظبوط يعني، اما الوضع كثير خفيف يعني الحركه خفيفه بيع وشراء بصراحه. وتشهد تجارة المشغولات الذهبية ركودا بالعموم وانحسارا لم تشهده من قبل في السويداء، حيث بات يقتصر الشراء على فئة المغتربين من أبناء المحافظة والقليل من الميسورين. ونتيجة لهذا الغلاء يتجه أكثر الشباب المقبل على الزواج لشراء أطقم الذهب المقلد والذي يخفف من أعباء الزواج المادية. دخل المواطن يعني هلق الشاب اللي عم يشتغل هون شو ما يكون أحلى عامل، خلينا نقول قديش عم يطلع موظف وعم يرجع يشتغل يا على تاكسي يا شي عهر، يلا عم يطلع 200 أو 300 ألف الشهر. الدخل المصروف اللي شايفينه اليوم ما بيكفوا 20 أو 25 يوم، يوصل آخر الشهر ما في شيء، فهكي بده يقدر يشتري ذهب الشخص. يعني احنا اليوم فينا نشتري ذهب، هذا الشيء صعب كثير. يعني انا اليوم عندي خاتم مثلا محبس شغلي، مضطر انه بيعه لحتى انه مشي اموري انا الماليه. الذهب كثير غالي والراتب ما بيكفي انه الواحد يقدر يدخر منه. العرسان اليوم اللي عم تجي لعنا مش قدرتها تجيب ماركات الذهب، فعم تجي لعنا عم توصينا على اكسسوار شبيه للذهب واقل تكلفه من الذهب وبنفس الذهب. يعني لو في ناس عم تشتغل 5 و6 شهور واحيانا سنه لتامن حق محابس 2، بس والله حرام يعني من 4 سنين كان الذهب مقدور، يعني انه الواحد بيشتغل 2 3 شهور بالكثير بأمن حق سنسلي تمام وخاتم، بس هلا خاتم واحد لخطيب وده بده يلبس لخطيبته حرام. يبدو أن مقولة الذهب زينة وخزينة أصبحت من الماضي بالنسبة لأبناء السويداء، لأن السعي خلف لقمة العيش لم يبقي في جيوبهم مالا يدخر ولا فائضا للزينة. من السويداء أمل الشومري لقناة سما الفضائية. بيّن المهندس عبد الرحمن خرنفلة عضو اتحاد النحالين العرب أن أسعار عسل النحل في الأسواق المحلية شهدت ارتفاعا ملحوظا متأثرة بانخفاض حجم المعروض من عسل النحل الصافي والنقي، وذلك نتيجة انخفاض الانتاج المحلي من العسل وباقي منتجات خلية النحل، موضحا أن الظروف المناخية التي تعرضت لها البلاد ساهمت في تراجع طول موسم إزهار الحمضيات ومحصول حبة البركة، وهما المحصولان الأكثر أهمية للنحال المنطقتين الساحلية والوسطى، الأمر الذي أدى إلى حدوث كثافة في خلايا النحل في حقول اليانسو نتيجة تهافت النحالين عليها لتعويض خساراتهم في محصولي الحمضيات وحبة البركة، فيما تأثر إنتاج العسل الجبلي والعسل الجلدي نتيجة موجة الحر. وتشير التوقعات إلى أن إنتاج الموسم لم يتعد 1500 طن من العسل، بينما تجاوز العام الماضي 2500 طن. بلغت المساحات المزروعة بمحصول القطن في دير الزور للموسم الحالي 5000 هكتار، فيما بلغت المساحة المخطط زراعتها 4500 هكتار، وبذلك تكون دير الزور الأولى بزراعة القطن وتجاوزها الخطة. وذكر المهندس أسعد الطوكان مدير الزراعة والإصلاح الزراعي بدير الزور أن الفارق بين المساحات المزروعة والمخطط زراعتها خلال هذا الموسم هو سبب تأمين مستلزمات الإنتاج وعملية تشجيع الفلاح حين للتوسع بزراعة المحصول من خلال التسعيرة الجديدة، حيث تم تحديد قيمة الكيلوغرام الواحد 4000 ليرة، فيما شكلت الظروف الجوية من ارتفاع درجات الحرارة التي رافقت زراعة الموسم، الأمر الذي سبب سقوط الأزهار، موضحا أن الحالة العامة للمحصول جيدة. أعلنت وزارة الصحة السورية مساء الاثنين تسجيل 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سوريا وشفاء 8 حالات من الإصابات المسجلة بالفيروس. وأوضحت الوزارة أن عدد الإصابات المسجلة في سوريا بلغ حتى الآن 56,564 حالة، شفيت منها 52,891 حالة وتوفيت 3,153 حالة. وكانت الوزارة سجلت يوم الأحد الماضي 45 إصابة بكورونا وشفاء 6 حالات. ختام النشرة، شكرا للمتابعة.